طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بهالفيديو ان شاء الله راح اشرح اللي هو تشابتر 9 بالتكست بوك، او اللي هو تشابتر 11 عندنا بالكورس، واللي هو اخر تشابتر. هذا التشابتر حيتكلم عن الكولينج لود كالكوليشنز. اول شيء، شنو معنى الكولينج لود؟ نفرض مثلا والله انه عندنا غرفه اوكي وذ مثلا تي انسايد، ان درجه الحراره مالتها تكون اللي هو 24. طيب، خلال فصل الصيف مثلا درجة الحرارة الخارجية مثلا تكون 35 to 40 طيب سلسيوس. فهذا شنو معناته؟ معناته انه في حرارة راح تدخل من برا للداخل، فمعناها هاي الحرارة درجة الحرارة راح ترتفع. فأنا على مود أحافظ على درجة الحرارة هاي، لازم أشيل هاي الحرارة نفسها أطلعها برا، طيب، أو أسحبها يعني. فعلى مود احافظ على درجة الحرارة، لازم اسحب الحرارة اللي تدخل. مثلا الحرارة دخلت 50 كيلو وات، لازم اشيل هال 50 كيلو وات عشان احافظ على الانسايد ديزاين كونديشن. فهذا يسمى بالكولينج لود. الهيتنج لود العكس، اللي هو بالتشابتر اللي قبل. بالهيتنج لود عندنا اللي هو درجة الحرارة الداخلية is 24 مثلا سلسيوس انسايد ديزاين كونديشن، والاوتسايد يكون مثلا 2 سلسيوس. فهذا معناته انه في حرارة حتتسرب من الداخل للخارج. طيب، وانا مثلا فصل شتاء، فانا اريد احافظ على درجه الحراره هاي عشان التدفئه. فايش راح اسوي؟ راح اسوي سبلاي حراره، نفس الحراره اللي اخسرها اسوي لها سبلاي، ادخل حراره لهذا السبيس على مود احافظ على درجه الحراره هاي. فهذا يسمى بالهيتنج لود، وهذا يسمى بالكولينج لود. الكولينج لود اللي هو لاجل الكولينج مثلا في السمر، الهيتنج لود لاجل الهيتنج مثلا في الوينتر. طيب، احنا تكلمنا اللي هو عن الانواع الهيت جينز بالشابتر 9، اللي هو من خلال الوولز، السيلينج، الويندوز، الدورز، الفلور، الادجسنت ان هيتد سبيسز. تكلمنا حتى عن الانفلتريشن بالشابتر اللي قبل الهيتنج لود، اللي هو مثلا تسريب هواء من الكراكس بالويندوز، او بالجابس اللي بتوين ذا دور اند ذا وول، في جابس صغيره، او اللي هو حتى بالدور اوبننج اذا الباب ينفتح في كميه هواء تدخل. فتكلمنا عنه كله. بقى اللي هو اللي نتكلم عن شيء مهم جدا جدا جدا، واللي هو السولر، تاثير اشعه الشمس وتاثير اللي هو السن، لان على اللي هو الحراره الداخليه وكميه الحراره تدخل من خلال الشمس. طبعا هاي اللي هو يعني تاثير الشمس يكون تاثير عالي جدا اذا كانت مثلا والله المباني الزجاجيه، يعني مباني فيها مساحه زجاج يعني مو هينه، ما اقدر اسوي لها نجلكت. ف وحنتكلم عن اللي هو تاثير السولر بشكل عام، وحنتكلم عن اللي هو الهيت جين دو تو لايت اكويبمنتس الكتريك موتورز. يعني في هيت جين داخله من او طالعه من داخل، يعني مثلا في اشخاص قاعدين داخل الغرفه قاعد يسوون ايميت الهيت، قاعد يعطون هيت للغرفه، فهاي الهيت هم لازم اشيلها. او اللي هو عندي اكويبمنت مثل الاضويه بالغرفه، او مثلا قاعد اشغل موتور، او قاعد اشغل مروحه، فهاي كلها لازم اشيلها. طيب، نبدا على بركه الله. طبعا هذه شيء مهم هذا جدا، اللي هو انواع الكولينج لود، اللي هو الكيو دوت لود. اوكي، كولينج لود نقدر نسوي له اكسبرس ان ديفرنت يونتس، نقدر نسوي له اكسبرس ان وات او كيلو وات. في مصطلح مهم جدا هذا لكم تركزون عليه، يعني تونز اوف ريفريجرنت. عادة لما نسوي اكسبرس للمكيف مالتنا، المكيف بغرفة مثلا بيتنا او بيتكم مثلا، الشركات تستخدم هذا التون اوف ريفريجرنت which is equal to 3.517 كيلو وات. فاحنا نقول مثلا والله الكاباسيتي مال المكيف is مثلا 20 tons of refrigerant، معناها 20 times 3.517 كيلو وات، اللي هي كمية الحرارة اللي يقدر يشيلها الكولينج لود. طبعا تاثير السولار راديشن الى تاثيرين. طيب، التاثير الاول اللي هو لما يسوي الحراره، او لما الاسطح اللي هو مثل الجدران الوولز والسقف اللي هو الروف، لما يمتص اشعه الشمس وترتفع درجه حرارته. طيب، لما ترتفع درجه حرارته حيصير في فرق بين درجه الحراره مال الوول او الروف ودرجة الحرارة الداخلية، فحيصير في عند التقاء بالهيت. هذا التأثير الأول. التأثير الثاني اللي هو التأثير على، طبعا التأثير الأول اللي هو الوولز أو الروف أو حتى الجلاس، لأنه في there is some absorptivity، حيمتص بعض أشعة الشمس، فحصير في حترتفع درجة الحرارة، حصير في فرق درجة حرارة بين
السطح الجلاس الخارجي والانسايد. وفي اللي هو التأثير الثاني اللي هو الترانزميتيف، الأشعة الشمس تخترق الزجاج لأنه في اللي هو شفاف، فيدخل داخل الغرفة مثلا أو داخل السبيس، فهذا تأثير مباشر لازم أشيله همينه. فتأثيرين اللي هو السولر. طيب، فالقانون اللي حنستعمله بالكالكوليشن اللي هو هذا كيو دوت از ايكوال تو يو اي دلتا تي، نفس القانون اللي استعملناه قبل، بس هنا الدلتا تي مال السولر هذه حنسميها سي ال تي دي، كولينج لود تمبرتشر ديفرنس. هذه حنطلعها من جداول. فمثلا اذا كان عندنا الاريا اوف ذا جلاس اور ذا روف اور ذا وول، واذا كان معطينا الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت، فلازم اطلع الدلتا تي من الجداول اللي هي سي ال تي دي. طيب، فحسب اللي هو مثلا حسب نوع الجدار او الروف او الجلاس، حسب نوع ال شو اسمه الاورينتيشن مالته، اذا كان مثلا اورينتد ساوث اور ويست اور نورث اور ايست، وحسب اللي هو الوقت، انه تعرفون السولار راديشن مثلا الظهر يكون عز السولار راديشن، يكون اكبر كميه من السولار راديشن، بس قرابه العصر مثلا يكون قليل. فالدلتا تي او السي ال تي دي نطلعها من الجداول، بس يقول لك هذه السي ال تي دي اللي نطلعها من الجداول نحتاج نسوي لها كوركشن، نحتاج نسوي لها كوركشن. طيب، لانه السي ال تي دي اللي موجوده في الجداول هي بناء على الاكسبيرمنتال ريزلتس، يعني ناس شركات اللي مثل ان شركه اشار شركه امريكيه سوت تجارب بناء على ظروف معينه، تحت كي معين للوول او الروف، تحت ال ام معين، تحت تي اي معين، تحت تي او ام معين، تحت اف معين. فاحنا اذا نريد اللي هو للكونديشن مالتنا او للظروف مالتنا نحتاج نسوي له كوركشن، حنجمع ننقص نضرب عشان نسوي عمود نطلع اللي هو سي ال تي دي كوركتد فور اور كيس. طيب، سي ال تي دي كوركتد از ايكوال تو سي ال تي دي، هذا من الجداول طلع. طيب، ال ام هذا يسمونه اللاتيتيود كوركشن فاكتور، هذا هم من الجدول طلع، اسوي اقول لكم يا جدول. الكي هذا يسمونه الكلر ادجستمنت فاكتور، اللي هو حسب الماتيريال اللي هو مال الوول او الروف، او حسب اللي هو اللون. اذا كان مثلا دارك فالكي حيكون 1، طيب، لانه هذا حيكون الابسورتيفيتي فيري هاي. اذا كان مثلا الكي اقل فحيكون ديفرنت فاليوز، حنشوفهم بعدين. التي اي اللي هي الانسايد ديزاين كونديشن، التي او ام هذه ليست الاوتسايد ديزاين كونديشن، هاي الاوتسايد مين تمبرتشر. طيب، هذه انتبهوا ليست الاوتسايد ديزاين كونديشن، اذا معطينا بالسؤال اوتسايد ديزاين كونديشن ومعطينا اوتسايد مين فحنستعمل اوتسايد مين السي ال تي دي كوركتد. طيب، هذه ايش معناها؟ هذه اللي هو تي او مين اللي هو مثلا والله اذا عندنا اللي هو داتا مال شهر معين، درجه حراره مثلا على مدار الساعه، نشوف اللي هو كم المين تمبرتشر اوف ذا اوتسايد. طبعا هذا از ايكوال تو، نقدر نقول انه تي مين از ايكوال تو تي ماكسيموم بلس تي مينيموم اوفر 2. فاذا مثلا والله اعطانا شهر مثلا جانيوري، وعندنا التي ماكسيموم وعندنا التي مينيموم، فاجمعهم اقسمهم على 2 واطلع التي او مين. طيب، الاف هذه هي همنا اللي هو كوركشن فاكتور، هاي اللي هو بخصوص اللي هو الاتكس، الاتكس او اذا كان في عندي فان تحت الروف، هاي لها علاقه بالروف. يعني اذا كان عندي اتك اللي هو تتذكرون في شابتر 9 اللي هو السقف او العليه، اذا كان اللي هو مثلا ان هيتد اور ان كولد، فراح استعمل اف. اذا كان في عندي اتك اور اذا كان عندي في فان تحت الروف، يعني والله تحت السقف مباشره في عندي فان قاعد تسوي لي اير سيركيليشن، فحاخذ هاي الفاليو اوف اف 0.75. اذا ما كان عندي اتك اور روف فان حاخذ الاف از 1. طيب، غالب الاحيان يعني 99% الاف از 1. طيب، ان شاء الله يكون واضح. طبعا يقول لك هنا الشيء المهم من هالكلام، يقول لك اللي هو الكي فور هذه للروف، كي از 1 فور ذا كلرد روف، اند كي از 0.5 فور بيرمننتلي لايت كلرد روف. فاحنا نشوف يقول لنا بالسؤال اتس دارك كلر روف، فكي از 1، لايت كلر روف از 0.5. طيب، هذا الجدول اللي هو تيبل 9.1، هذا حيطلع لي السي ال تي دي فور روف. طبعا لازم ننتبه انه في هنا اللي هو without suspended ceiling،
طيب في نوعين للروف without suspended ceiling or اللي هو with suspended ceiling. هل هذا الروف معاه اللي هو سقف اللي هو تحته طيب، او اللي هو مو موجود في سقف تحته يعني مباشر؟ فهنا لازم هذا للروفز، فاروح مثلا يقول لي والله السؤال without suspended ceiling or with suspended ceiling، واروح للي هو التايب يقول لي والله مثلا it's type 6 or type 10 مثلا 63.5 مليمتر وود with insulation roof with insulation. فاروح اللي هو هذا النوع اطلع اليو من هنا او يعطيني اياها بالسؤال، واروح اشوف مثلا اللي هو ادي ديزاين كونديشن اخذ رقم من هنا او اخذ الماكسيموم حسب اللي هو السؤال شنو يطلب مني. طيب فهذا الروف سي ال تي دي. طيب هذا قاعد يقول لك الكونديشنز اللي سووا عليها التست. طيب الوولز، الوولز نفس المعادله حنستعملها اللي هي سي ال تي دي كوركتد اللي هي هاي. طبعا هاي المعادله اوكي حنستعملها للوولز وحنستعملها للروفز وحنستعملها للجلاس نفس السي ال تي دي كوركتد. طيب فبس لازم نعرف اللي هو سي ال تي دي فور ايتش ون وول اور روف اور جلاس، لازم نعرف الكي. طيب الكي احنا قلنا للروف اللي هي سواء يا تكون 1 او 0.5 اللي هو يا دارك اور لايت. طيب الكي للوولز الجدران حتكون اللي هو يا 1 فور دارك، هاي مهمه اوكي، اللي هو يا تكون 1 فور دارك كلر وولز اور 0.83 فور ميديوم كلر اور 0.65 فور لايت كلر. طيب فهو يقول لنا السؤال يا دارك يا ميديوم يا لايت. طيب هنا قال لنا اللي هو اف 0.75 if there is an attic or roof fan، والله if it's 1 if there is no attic or roof fan. طيب فنفس الشيء الهيت ترانسفير از يو تايمز اي تايمز سي ال تي دي كوركتد. طيب هذا اللي هو هذا الجدول تيبل 9.2. طبعا احنا قلنا اللي هو تيبل 9.1 هذا طلع لنا سي ال تي دي فور روف، سي ال تي دي فور روف. طيب هذا الجدول يطلعني اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور اللي هو ال ام اللي هو هذا اللاتيتيود كوركشن فاكتور. طيب فاحنا اوريدي اللي هو الاف نشوفها اللي هو اذا كان في اللي هو روف فان اور اتيك اور ذير از نوت. التي او مين عندنا اياه يعطيني اياها بالسؤال، التي انسايد يعطيني اياها، الكي فور ديفرنت ابلكيشن وولز اور روف اوكي، والباقي عندنا السي ال تي دي والال ام. طيب فالال ام كيف نطلعها؟ لاتيتيود مانث كونكشن فاكتور من هالجدول تيبل 9.2 هذا يعطيني الال ام. طيب نروح اللي هو نشوف اللي هو اللاتيتيود مال اللوكيشن مالتنا. فمثلا والله اللاتيتيود از 32، لاتيتيود اللي هو الموقع الجغرافي مال المدينه مالتك او مال الدوله. فاللاتيتيود مالتنا نروح نشوف اي شهر حناخذ اللي هو مثلا والله اوغست. طيب ونروح نشوف الاورينتيشن، الاورينتيشن مثلا والله الوولز الساوث اور ايست اور ويست، او اذا كان عندي في اللي هو هنا هورزنتال روف. فاذا كان عندي روف اروح على اخر عمود، اذا كان في عندي وول اشوف اللي هو هنا، او اذا كان في عندي جلاس اشوف الاورينتيشن. كيف اللي هو التوجه مال الجلاس؟ هل هو نورث؟ هل هو ساوث؟ هل هو ايست؟ احيانا يكون مثلا والله مو ساوث اور ايست اور ويست اور نورث، يعني يكون اللي هو مثلا نورث ايست، ما يكون بالضبط، يعني يكون مثلا بيناتهم اللي هو مثلا الشمال الشرقي او اللي هو نورث ويست اللي هو الشمال الغربي. طيب فهنا نروح على هذا الجدول نطلع لاتيتيود مانث كوركشن فاكتور، هذا فور وولز، طيب فور روفز وفور جلاس، طلعنا اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور. فنروح هنا طبعا الروف بس ناخذ اخر كولوم، الوولز والجلاس لازم نشوف الاورينتيشن ساوث اور نورث اور ايست اور ويست اور وات ايفر يعني. طيب هذا اللي هو احنا قلنا التيبل 9.1 اللي هو سي ال تي دي فور روف. طيب هذا التيبل السي ال تي دي فور روف. طيب اذا ما كان عندنا اللي هو السبيسيفيكيشن بالضبط، والله ما عندنا الماتيريال مال الروف، يعني مثلا احنا ما نعرف بالضبط اللي هو كم الثيكنس مثلا او كم ال والله 203.4 ملم ال دبليو كونكريت، ما عندنا هاي الماتيريال سبيسيفيكيشن، بس نعرف انه ات از لايت ميديوم اور هيفي، هل هي مثلا خفيفه متوسطه او ثقيله.
يعني without any consideration of the material specification itself. فحنروح اللي هو approximation، حنروح الجدول اللي هو table 9.3. فهذا يعطينا همينة CLTD طيب for roofs، بس هذا approximation طيب approximate values حسب اللي هو light or medium or heavy والسورال تايم. طيب فاذا فيا نستعمل table 9.1 or table 9.3 for CLTD for roofs، طيب هذا الابروكسيميشن 9.3، وتيبل 9.2 نستعمل لكل الحالات سواء للجلاس او الروف او للجلاس او للويندوز، سواء عفوا للجلاس اور الوولز اور الروفز. طيب هذا التيبل 9.4 يعطيني CLTD for، هذا CLTD for walls. طيب نروح اللي هو نشوف اللي هو والله جروب اي وولز، طيب اورينتيشن مالته، ونشوف اللي هو كم شنو السرعه التايم مثلا مالتنا اللي هو مثلا الديزاين مثلا والله ات 17 ناخذ الرقم مثلا اف الساوث او اللي هو وات ايفر يعني، او ناخذ الماكسيموم اذا قال لنا بالسؤال خذ الماكسيموم ناخذ الماكسيموم. طيب فهنا يعتمد اللي هو على جروب، على جروب وول شنو الجروب، وعلى الاورينتيشن وعلى السرعه التايم. طيب كيف نعرف اللي هو الجروب A وول أو جروب B؟ اللي هو من تيبل 9.5. فهو مثلا والله يعطينا انه this wall is والله 101.6 مليمتر common brick، طيب فمعناها الجروب of the wall is D. طيب فنروح على هذا الجدول اللي هو 9.5 على مود نحدد الكاتيجوري مالتنا what is the is it A B C D E F. بعد ما نطلع اللي هو من هذا اللي هو وحتى نطلع الاوفرول هي ترانسفير كوفيشنت مننا. طيب بعد ما نطلع اللي هو which group it is، طيب نرجع لهذا الجدول اللي هو table 9.4 نشوف والله group A wall، نشوف الاورينتيشن مالته السورال تايم، نطلع CLTD. طيب اذا ما كان عندنا هذا التفصيل مال الوول اللي هو الماتيريال وكذا، نفس الشيء حنسوي اللي هو light medium heavy مثل الروفز اللي هو table 9.1 اللي هو accurate، table 9.3 is the approximate. هنا حيكون table 9.4 is the accurate، table 9.6 is the approximate for walls. طيب فبس حيكون الماتيريال اللي هو is it light medium or heavy والسولار تايم، حناخذ اللي هو الفاليو عند سولار تايم معين. طيب خلينا نحل اكزامبل. A building is located in Aqaba. طيب A building is located in Aqaba. Latitude angle is 29.5. هم معطين اللاتيتيود. The outside mean and inside design temperature are. شوف معطيني الاوتسايد مين. اوكي هذه الاوتسايد مين اللي هي هذه. اوكي هذه تي او ام. And inside design temperatures are 32 and 24 Celsius respectively. Calculate the maximum heat gains through the roof, south and west walls for the month of August. فمعطيني latitude is 29.5 ومعطيني month of August. وقال لي calculate the maximum heat gain through the roof, south and west wall. طيب معطيني اللي هو specification من الروف. يقول لك الروف اللي هو without suspended ceiling. Type is number 10. Dark color. يو روف معطيني اياها والاريا. طيب هنا نفس الشيء للساوث وول للويست وول، هذا معطيني الجروب بي كونستراكشن ميديوم كلر، جروب اف كونستراكشن ميديوم كلر. طيب فهذه يطلب منا اللي هو ذا هيت جين ثرو ذا روف وول اللي هو الساوث اند ويست اللي هو دو تو سولار راديشن. طيب شو نصيحتي لكم في الشابتر كله؟ انه تسوون مثل هالجدول. طيب تحطون اللي هو الاريا، تحطون اللي هو مثلا والله ايش الانواع الوول او الروف او الجلاس، مثلا والله هنا روف ساوث وول ويست وول، احط الاريا مال ايتش ون ف 210 90 20. اوكي جبتها من السؤال 210 90 20. احط الاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت اللي هو هذا اليو ار مال الروف وهذا اليو دبليو اس واليو ويست وول. طيب حطيتهم اللي هو عمودي، وبعدين اطلع السي ال تي دي مال روف ساوث وول الويست وول. طيب السي ال تي دي مال روف قلنا نطلعها من تيبل 9.1. طيب معطينا اللي هو without suspended ceiling. Type is number 10. طيب فنرجع لل without suspended ceiling type number 10. وين هذا؟ هذا اللي هو without suspended ceiling for roofs. Type number 10. طيب يقول لك calculate the maximum. فحاخذ اللي هو اروح على maximum CLTD اللي هو هذه 29. طيب هذا 29. طيب ال واطلع اللي هو 29 ارجع اوظف هالجدول. طيب هذا الجدول عشان ننظم الحل
لانه على مود لا نضيع وقتنا نروح اكثر مره للجدول، بس نروح مره واحده. طيب الساوث وول والويست وول، فالوولز عباره عن شنو؟ فالساوث وول از جروب بي كونستراكشن، الويست وول از جروب اف، فعندنا بي اف وساوث ويست. طيب فنروح للجدول هذا، شنو كانت الاورينتيشن؟ بي اند اف ساوث اند ويست. طيب فجروب بي كونستراكشن اللي هو هذه للوولز، جروب بي كونستراكشن. طيب ساوث وول، فاروح اشوف اللي هو الماكسيموم، وات از دي ماكسيموم؟ ات از 12. طيب للوول الثاني هذا سي ال تي دي فور الساوث وول. طيب الوول الثاني هو عباره عن اف، فهذا دي اي اف، هذه اف. طيب ويست اللي هو هذه، طيب اروح اشوف الماكسيموم which is هنا 33، فعندي الفاليو سي ال تي دي اللي هو 33 اند 12. طيب فبس اعوضهم هنا، اللي هو الساوث وول از 12 اند ذا ويست وول از 33. طيب حسب ما اتذكر اللي هو 33، يس. طيب فبعد ما اطلع السي ال تي دي، لو تتذكرون هاي الارقام مال السي ال تي دي اندر سبيسيفيك كونديشنز، فلازم اسوي لها كوركشن. طيب على مود اسوي لها كوركشن، احتاج اللي هو اطلع ال ال ام اللي هو اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور، اند كي اللي هو الكلر ادجستمنت فاكتور. طيب الكلر ادجستمنت فاكتور فور روف قال لنا شنو؟ قال لنا اللي هو دارك كلر، فبما انه دارك كلر عندنا اللي هو تو كيسز، يا يكون دارك كلر سو كي از 1، اور اللي هو لايت كلر سو كي از 0.5. فدارك كلر كي از 1. طيب الوول شنو معطينا اياه؟ الوول قال لنا اياه اللي هو ميديوم كلر اند ميديوم كلر، فما دام ميديوم كلر فالوولز، فهذه اللي هو موجود هنا كاتب لنا اياها، الوولز ايذر 1 0.83 اور 0.65، فما دام عندنا ميديوم كلر فمعناها كي اس 0.83. طيب فبس اعوض هنا اللي هو 0.83 0.83. طيب اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور يعتمد اللي هو على اللاتيتيود، على المانث، وعلى الاورينتيشن. طيب فعندنا اللي هو الروف، طبعا شو اللاتيتيود مالتنا از 29.5 مانث اوف اوغست. طيب فنرجع اللي هو للتيبل 9 2. طيب عندنا اللي هو اللاتيتيود 29.5، اقرب واحد اللي هو 32. اوكي ما في داعي تسوي انتربوليشن وافرج، بس خلاص خذوا اب تو 32، لحد 32 اخذوا هالرقم. طيب اللاتيتيود 29.5 approximately 32، مانث از وات؟ مانث از اوغست. طيب عشان ما اتذكر مانث از اوغست، صح مانث از اوغست. طيب فاروح اشوف اللي هو الاورينتيشن، فاحنا اللي قلنا الهوريزونتال روف، نروح على اخر كولوم ناخذ اللي هو ماينس 0.5. طيب للساوث وول هذا الساوث اس ساوث 0.5، للويست وول هذا ايست اور ويست، وهذا النورث، ايست اور ويست حيكون 0. فطلعنا اللاتيتود مانث كوركشن فاكتور مال ايتش كيس، نرجع نعوضها بالجدول، فماينس 0.5 0.5 0. طيب صار عندنا كل الفاليوز عشان نسوي اللي هو على مود نطلع السي ال تي دي كوركتد. طيب اي قانون نستعمل عشان السي ال تي دي كوركتد؟ اللي هو هذا القانون. طيب فور ايتش كيس حنطلع اللي هو السي ال تي دي كوركتد. طبعا هنا they did not mention any information about attic or roof roof fan، فاف از ايكوال تو 1. طيب الكي طلعناها مال ايتش كيس، والال ام طلعناها مال ايتش كيس. طيب والسي ال تي دي طلعناها من التداول، فالتي اي از جيفن ان ذا كويشن ويتش از 24، ال T outside mean is given in the question which is 32. فعوض بهالقانون مال HCLTD واطلع CLTD corrected مال each case. طيب فاطلع CLTD corrected مال each case، عوض هذاك القانون. بعدين ال Q is equal to U times A times CLTD corrected، فهذا عبارة عن هذا الرقم ضرب هذا الرقم ضرب هذا الرقم، فطلع ال Q مال each case. طيب شوف هذا الجدول يسهل علينا المهمه جدا، يعني عمود لا نتخربط. وبعدين اذا قال لك والله الاوفر، اذا يريد يطلع التوتال كيو، فبس حجمعهم، حجمع اللي هو 3532 بلس 850 بلس 575. طبعا هذا الحل مال السؤال، بس انا حطيته بجدول يعني على اساس يعني يكون واضح. نفس الشيء سوى، طلع لنا نفس الاجوبه، فطلع طلع لنا الاجوبه 3.532 كيلو وات، يعني معناها 3532 بعدين 0.852 كيلو وات which is 8850 و 576 وات، اوكي 575.63.
طيب فخلصنا اللي هو من ال walls and roofs اللي هو ال CLTD اللي هو نتيجة ال absorption مال ال wall أو ال roof ونقل نقل الحرارة من ال outside لل inside. طيب هسه في عندنا اللي هو heat transmitted through glass. الجلاس يقول لك الجلاس في عندك عدة components، في عندك transmitted component ال absorbed وفي عندك ال reflected. طبعا يهمنا شغلتين، يهمنا اللي هو ال absorbed لأنه حيرفع درجة الحرارة بالتالي حيسوي convection يعني أو حيصير اللي هو في heat transfer from the outside لأن درجة حرارة عالية to the inside. وفي عندنا اللي يهمنا الترانسميتد، ترانسميتد سولار راديشن دايركتلي. طيب الترانسميتد يعتمد على عدة شغلات. طيب الكيو ترانسميشن اللي هو هذا القانون مالتها اللي هو حيكون الاريا اوف ذا جلاس تايمز سولار هيت جين فاكتور تايمز اللي هو شيدنج كوفيشنت تايمز كولينج لود فاكتور. طيب شنو هو السولار هيت جين فاكتور؟ هذا اللي هو كمية الراديشن، هذه ان وات بير متر سكوير اللي هو كم الراديشن اللي تدخل من خلال الجلاس واللي هو يمتص اللي هو الفرنتشر او الانسايد وولز او اللي هو الفلور. هذا اللي هو نفسه اللي هو نقدر نطلعها من الداتا مال السولار اللي ماخذ سولار بي في، هاي نفسها اللي هو السولار انتنسيتي ان وات بير متر سكوير. طيب الشيدنج كوفيشنت، هذا كوفيشنت اللي هو فروم 0 تو 1 هذا كوفيشنت، اما هذا وات بير متر سكوير. الشيد كوفيشنت يعتمد على اللي هو داخل الغرفة، إذا كان والله مثلا حاطين ستارة أو حاطين اللي هو مثلا والله خزانة كبيرة قاعد اللي هو تسوي شيدنج على الوول، فمعناها كمية الحرارة اللي تمتص أقل بهواية من ال أو كمية الحرارة اللي حيصير لها ترانسميشن and will be absorbed by the furniture and the inside walls and the floor will be much lower إذا كان في شيدنج، إذا كان في ظل. طبعا إذا كان زيرو معناها زيرو اللي هو absorption أو zero transmission، وإذا كان one معناها maximum transmission. طيب الكولينج لود فاكتور هذا اللي هو نفسه اللي هو أخذناه في chapter 8 لو تذكرون مع الأوكيوبانس. الكولينج لود فاكتور اللي هو نتيجة اللي هو السنسبل، لأنه هذه الحرارة اللي هو السورة الحرارة اللي هو مال السن تجي من الخارج تدخل للداخل will be absorbed كمية الحرارة is watt per meter square. إذا كان في عندي shading coefficient or not فهذا حضربها بهذا حطلع لي ال effective solar radiation coming inside. طيب هذا solar radiation will be absorbed by اللي هو furniture inside. طيب ال cooling load factor takes into consideration اللي هو ال heat capacity، لأنه هاي ال furniture it has some heat capacity حيتسوي store لبعض ال energy وحتتأخر عشان تسوي release لهال heat. طبعا cooling load factor is equal to 1 معناها ال furniture does not store any heat. cooling load factor any cooling load factor اللي هو less than 1 معناها it will store some energy، مو كل الحرارة اللي هو absorbed by solar radiation it will be emitted to the surrounding. فال effective لازم نضربها بال cooling load factor اللي هو due to the mass capacity of the structure لأنه it will store some heat. فمثلا إذا والله دخلت 50 watt per meter square، طيب هذا 50 واط بير متر سكوير will be absorbed by the furniture فحتطلع بس مثلا 40 واط بير متر سكوير لأنه it will store some energy. فبس هذا القانون مالتها. طيب فهذا اللي هو عشان نطلع السولار هيت جين فاكتور is from table اللي هو 9-7 حسب الشهر وحسب اللي هو حسب الشهر وحسب الاورينتيشن. فهذا الشهر وهذا الاورينتيشن مثلا او اذا كان horizontal roof او اللي هو whatever او اذا كان هوريزونتال عفوا جلاس، هذا الجلاس بس. طيب ف سولار هيت جين فاكتور فروم تيبل 97 الشيدنج كوفيشنت فروم تيبل 98 اللي هو اذا كان without interior shading. طيب او تيبل 99 اللي هو with interior shading. طبعا اذا ما كان موجود الفاليو هنا اللي هو with interior shading في عندنا هاي الفاليوز حتى اللي هو wood sash outside the shading screen roof overhang dark vignetting blinds. طيب فهذا shading coefficient either table 9-8 if we don't have interior shading or table 9-9 if we have interior shading. طيب يظل عندنا اللي هو cooling load factor we get it from table 9-10 إذا كان اللي هو without interior shading. طيب أو table 9-11 إذا كان عندي interior shading. طبعا cooling load factor يعتمد اللي هو على اللي هو without interior shading يعتمد على building construction إذا والله كان light or medium or heavy. طيب
واذا كان عندي الجلاس فيسنج والله از ات نورث از ات ساوث از ات ايست از ات ويست، بيعتمد على السرعه التايم، اي سرعه تايم ممكن اخذ الماكسيموم. طيب اما اللي هو الكولينج لود فاكتور اللي هو without with interior shading، فبس يعتمد ما يعتمد على اللايت اور ميديوم اور هيفي، يعتمد اللي هو بس على الاورينتيشن اند سرعه التايم. طيب ف احنا اللي هو وحتى فهذا اللي هو الكيو ترانسميشن اللي هو سولار هيت جين فاكتور، هو هذا القانون A تايم سولار هيت جين فاكتور تايم شيدنج كوفيشنت تايم كولينج لود فاكتور. فالسولار هيت جين اللي هو تيبل 9.7، شيدنج كوفيشنت ايذر اللي هو تيبل 9.8 اور 9.9 اذا كان عندي اللي هو without interior shading or with interior shading، والكولينج لود فاكتور نفس الشيء تيبل 9.10 اور 9.11 اللي هو اذا كان عندي اللي هو without interior shading or with interior shading. طيب فهي الكيو ترانسميشن مال الجلاس. طيب في عندنا تاثير ثاني للجلاس اللي هو لانه درجه حراره الجلاس ترتفع اللي هو السي ال تي دي. طيب فهذا السي ال تي دي كوركتد لازم اللي هو نفس الشيء نطلع في اللي هو التيبل 912، هذا يعطيني السي ال تي دي فور جلاس. طيب يعتمد بس على اللي هو السولار تايم فاخذ اللي هو الفاليو. طيب وبعدين اسوي له كوركشن نفس القانون اللي بالبدايه اخذناه السي ال تي دي كوركتد اللي هو هذا CLTD corrected اللي هو هذا تذكروه. فبس شنو الفرق حيكون طبعا ما في F للجلاس، F is equal to 1 و K is always equal to 1 for glass، فهنا ال K is equal to 1 for glass. فال CLTD أطلعها من table 912. طيب فبس لازم إذا كان عندي T inside وال T outside mean لازم أطلع latitude month correction factor for each orientation. طيب وعوضها في القانون طلع CLTD correction. فالجلاس it has two contribution، إذا transmission اللي هو هذا القانون طيب or اللي هو نتيجة رفع درجة الحرارة. طبعا هذا cooling load factor main coefficient from 0 to 1. طيب ف cooling load temperature difference corrected نفس الشيء هنا اللي هو Q dot convection of a glass. The glass it has two contribution either convection or transmission. The walls and roof بس اللي هو اللي هو نفس الشيء اللي هو تقريبا نفس الكونفكشن بس هو absorption يعني. طيب خلينا نحل مثال. يقول لك calculate the maximum value of the cooling load caused by 10 meter square south glass windows and by 5 meter square west glass windows. معطينا الاريا ومعطينا orientation south and west. For a location where the latitude angle is 32 the inside the joint temperature is 24 and the outside mean temperature is 32. The maximum cooling load occurs at 14 hour of August يعني الساعة 2 p.m. هي معناها 2 p.m. يعني يقول لك الماكسيموم لود از ات 2 p.m. of August. طيب the south glass is clear with 6 millimeter thickness and without interior shading and H note is equal to 22.7. The west glass is clear with light color roller shade. The overall heat transfer coefficient for solar for south and west glass windows are 3.46 and 4.6 respectively. The building is assumed to be of medium construction. طيب فهنا شنو عندنا؟ عندنا الجلاس glasses ما عندنا walls or roof. طيب الجلاس احنا قلنا انه it has two contribution either transmissive او transmission or اللي هو convection. فش اسوي؟ حسوي جدولين، حسوي جدول لل لل CLTD اللي هو Q convection وحسوي جدول هذا ال Q convection وحسوي جدول لل اللي هو هذه الترانسميشن. طيب فهذه اللي هو تي ار او الترانسميشن وهذه اللي هي الكونفكشن. طيب فححط الاريا مال اتش وول، احنا وي ار جيفن ان ذا كويشن 10 متر سكوير 5 متر سكوير، فحسميه اللي هو ساوث جلاس ويست جلاس 10 متر سكوير 5 متر سكوير، نفس الشيء 10 متر سكوير 5 متر سكوير. طيب اليو اس جيفن ان ذا كويشن 3.46 اند 4.6 عوضها هنا. طيب CLTD من وين طلعها؟ من تيبل 912، هذا تيبل 912. احنا قلنا ذي هذا فور جلاس CLTD فور جلاس، ما حاخذ اللي هو ماكسيموم فاليو 8 لا حلتزم بالديزاين كونديشن اللي هو ات 14 فاخذ اللي هو هاي الفاليو 7 سلسيوس. طيب 7 سلسيوس فور بوث. طيب اللاتيتيود مانث طبعا الكي از 1 فور ذا جلاس. طيب اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور اطلعه من تيبل 9.2 اللي هو بالبدايه قلنا انه هذاك يصلح للروف للوولز اور للجلاس. طيب اللاتيتيود مانث كوركشن فاكتور وي ار جيفن ذا لاتيتيود ويتش از 32 ذا مانث اوف اوغست اوكي وعندنا الاورينتيشن اللي هو ساوث اور ويست، ف
فارجع للجدول تيبل 92. طيب هذا تيبل 92 عندي اللي هو 32 لاتيتيود، عندي اللي هو ذا مانث اوف اوغست. طيب الاورينتيشن اللي هو مال الساوث جلاس، فهذا الساوث معناها 0.5، الويست معناها 0. بس ارجع لهال ارجع الجدول اعوض اللي هو عوض 0.5 and 0 0.5 and 0. فصار عندي كل المعلومات، وعندي الانسايد اللي هو ديزاين تمبرتشر which is 24، وعندي اللي هو الاوتسايد مين تمبرتشر which is 32. فحعوض اللي هو بالقانون اللي هو CLTD، صار عندي اللي هو كل المعلومات اعوض اللي هو بالCLTD corrected. طيب اللي هو هذا اللي هو بالبداية السلايدات هذا نفس الشيء. فالF is 1، طيب الK is 1، CLTD طلعناها من table 912. طيب latitude month correction factor طلعناها من table 92، الT inside عندي إياها والT outside mean، فأطلع CLTD corrected for each case. طيب بعد ما أطلع اللي هو CLTD corrected for each case، أضرب اللي هو U times area times CLTD corrected، أطلع اللي هو Q and what 401 or 255. طبعا اريد انبه على شغله اللي هو هنا هو غلط، هذه المفروض تكون 11.6 وهذه 11.1، فهو بس راح عكسهم يعني. هذا الحل الصحيح يعني 11.6 and 11.1. طيب فخلصنا اللي هو طبعا خلصنا من اللي هو الكيو اوف كونفكشن. طيب الكيو ترانسميشن نفس الشيء، عندي اللي هو الاريا، فاحتاج السولار هيت جين فاكتور اند اللي هو شيدنج كوفيشنت اند كولينج لود فاكتور. طيب السولار هيت جين فاكتور عندي اللي هو المعلومات من عندي اللي هو ذا مانث اوف اوغست 14 اور لاتيتيود 32. طيب فارجع اللي هو للتيبل هذا اللي هو 97. طيب مانث اوف اوغست صح، فعندي اللي هو تو اورينتيشن ساوث اند ويست، فالمانث اوف اوغست طيب فور ساوث، فهروح اللي واخذ هاي الفاليو 350. For the month of August, if it is west or east, فحيكون هاي الفاليو which is 691. بس أرجع أعوضها هنا. فعندي اللي هو الفاليوين. طبعاً هذه اللي هو for south glass and west. طيب. For south glass and west. طيب. For south glass and west. فهنا اتوقع هذه مو 450، اتوقع في عندي غلط صبر. احنا قلنا اللي هو ساوث جلاس اوف اوغست. طيب هنرجع اللي هو الجدول اللي هو هذا. طيب مانث اوف اوغست واللي هو مانث اوف اوغست اند ساوث جلاس المفروض يكون 350، طيب ما يكون 450، غلط يعني. فعندي اللي هو الـ month of August الـ west orientation is 691، وعندي الـ month of August الـ orientation is south، فحاخذ اللي هو 350. بس أرجع أعوضهم هنا اللي هو south glass اللي هو 3 اللي طلعناها اللي هو 391 350 and 691. فهذا بدل ما يكون بس أتوقع الجواب صح 350 times 10 times 0.58 إيه. طيب فهنا بس اللي هو الـ 450 ايه هو الـ value الاصلي اللي هو 350. طيب بالغلط حطيته بالغلط، هذا غلط مطبعي 450، هذا 350. طيب بس الـ value النهائية صح. فبس اللي هو رحنا على الجدول اللي هو south glass and اللي هو august، بس رجعنا على هالجدول. طيب august and south glass what is 350 and 691، فطلعنا السولار هيت جين فاكتور. طيب بعد ما طلعنا السولار هيت جين فاكتور فور ايتش كيس، لازم نطلع الشيدنج كوفيشنت. معطينا اللي هو ذا ساوث جلاس از كلير وذ 6 ملم ثيكنس اند وذاوت انتيريور شيدنج والاتش نوت از 22.7، ذا ويست جلاس از كلير وذ لايت كلر رولر شيد. طيب فنرجع اللي هو للجدول اللي هو هذا. طيب الساوث جلاس اللي هو قلنا وذاوت انتيريور شيدنج از كلير وذ 6 ملم ثيكنس and H note is 22.7، فمعناها أي رقم حاخذ اللي هو هذا 0.94 shading coefficient. للوست جلاس قال لك اللي هو with interior shading طيب clear with 6 mm thickness طيب is clear عفوا
والويذ اللي هو لايت رولر شيد. فعندي اللي هو ويذ انتيريور شيدنج كلير، طبعا تايب اوف انتيريور شيدنج يكون رولر شيد او فينيتين بلينس. فعندي اللي هو اللايت معناها هذا الرقم 0.39، فعوضها هنا اللي هو 0.39 and 0.94. طيب الكولينج لود فاكتور للساوث جلاس اللي هو without interior shading، للويست جلاس اللي هو with interior shading، فهرجع اللي هو للتيبلز. طيب اللي هو at 14. طيب هرجع اللي هو للتيبل اللي هو هذا. طيب هذه without interior shading للساوث جلاس، فبس حروح اللي هو للساوث جلاس، هذا ساوث جلاس. طيب the building construction is assumed to be medium. طيب at 14 هذه 17 16 15 14 هذه at 14 hour اللي هو design condition مالتنا. ف 14 hour medium construction south هطلع اللي هو الرقم اللي هو 0.58. الثاني اللي هو with interior shading فبس هاخذ orientation which is west. طيب هاخذ اللي هو 14 hour so this is 0.53 على 14، فهيصير 0.53 and 0.58 0.53 and 0.58. هذا حاصل ضرب cooling load factor الكيو تايمز شيدنج كوفيشنت تايمز سولار هيت جين تايمز اريا. بس اضرب الاريا اللي هو مثلا 10 تايمز اوكي 10 تايمز 350 تايمز 0.94 تايمز 0.58 حيطلع لي اللي هو 1908.2. والثاني بس اضرب اللي هو 5 تايمز 691 تايمز اللي هو 0.39 تايمز 0.53 حيطلع لي كيو وات. طبعا نفس الاجوبه طلعت لهم اللي هو 1908 و714. طيب فبس هذا الغلط اللي هو غلط مطبعي لكن جواب صح، بس هذا اللي هو 350 وطلعناه من الجدول هذه 350. طيب فخلصنا اللي هو الترانزميشن وخلصنا اللي هو السي ال تي دي. طبعا اذا اريد التوتال فبس هجمع هذه 401 و255 1908 و714 هطلع التوتال. طيب فهذه غلط، هذه حتكون 11.6 مثل ما شوفنا لكم وهذه 11.1. طيب The selection of outside design temperature هذه already تكلمنا عنها. We will select the maximum outdoor temperature that equals or exceed 12% of the total hours. حنشوف اللي هو درجة الحرارة اللي هو مثلا اللي حظل لمدة 2.5% من total hours of summer، وحناخذ الماكسيموم. طيب at that temperature of this temperature of this month عفوا the maximum temperature of this month or the season. هذه already تكلمنا عنها في chapter 8. طيب فتكلمنا عن اللي هو الهيت جين due to solar radiation because of the solar radiation for the roof for the wall for the glass اللي هو either convection or transmission. طيب هسه راح اتكلم عن heat gain due to equipments. فاذا عندي different equipments emits different اللي هو heat rate اللي هو either sensible or latent or اللي هو total. طيب في عندنا اللي هو حتى الموتورز هذا ممكن يسالنا عنه. في عندي اللي هو حسب الريتنج مال الموتور اذا كان from 400 to 2000 or from 2000 to 15000 watt. طيب فبس هذه نروح للجدول تيبل 913 نطلع هالفاليو وش اسمه يكون سنسبل اور ليتنت. هيت جين تو دو تو لايت اور اكويبمنتس اور اوكيوبنتس عفوا. فهذا اللي هو للاضويه اللي نشغلها داخل الغرفه. طبعا الاضويه اللي نشغلها داخل الغرفه ات ويل هاز سم هيت جين ات ويل ايميت سم هيت. فشنو القانون حنستعمل هيت جين تو دو تو لايت؟ حنستعمل هالقانون. طيب هذا البي تي اوكي هاي البي لايتنينج ريتد هاي اللي هو الريتنج اوف ذا لايت اللي هو مثلا والله ذس لايت از 50 واط ريتنج فبس هاي الريتد اوكي. طيب اذا ما كان عندنا الريتد اوف ذا لايت حنستعمل اللي هو الانتنسيتي. فمثلا والله اللايتنج لايتنج انتنسيتي رينجز فروم 10 تو 30 واط بير متر سكوير اوف فلور اريا فور ابارتمنتس هوسبيتالز هوتيلز. فإذا ما كان عندي الريتنج فبس حضرب اللي هو 10 or 30 watt per meter square أضربها بالفلور area حيطلع لي بالواط. أو اللي هو مثلا يكون عندي 30 to 60 for classrooms, offices, barbershops and similar application. فهذه يا يكون direct أو اللي هو it's given as watt per meter square فأضربها بالفلور area. هذا اللي هو percentage of اللي هو fraction of اللي هو light contribution. كم light is it 60% يعني اللايت مفتوحة is it 80 is it 90% is it 100% يعني كل الأضوية مفتوحة. هذا اللي هو البولست فاكتور which is equal to 1.2 عفوا للفلوريسنت لامب or اللي هو 1 for ordinary lamp. إذا كان عندي ordinary
it is 1 for fluorescent lamp is 1.2. هذه الكولينج لود فاكتور فور اللي هو لايتنج تعتمد على عدة شغلات، تعتمد على الفيكستشر is it recessed or is it hanging، ويعتمد على اللي هو التايم اوف اوبننج، ويعتمد على التايم افتر ذا اوبننج، ويعتمد على اللي هو الفوليومتريك فلو ريت اوف ذا سبلاي اير. فهذه الكولينج لود فاكتور تعتمد على عدة شغلات نطلعها من تيبل 914. فيقول لك والله is it fixture X or is it fixture Y. fixture X معناها it is recessed light non vented. recessed light يعني هي داخلة بالسقف، يعني مو معلقة، يعني هي مو معلقة it's not hanging. fixture معناها التثبيتة. طيب vented or free hanging معناها اللايت اللي هو مثلا في اللي هو مثل الحبل، وبعدين في اللي هو مثلا ضوء مثلا ثريا مثلا، هذا fixture Y. فحسب الفيكستشر وحسب الاورز اوف اوبريشن 10 or 16 وحسب النمبر اوف اورز افتر لايتس ار تيرند اون. طيب لانه اللايتس الهيت مال اللايت از نوت دايركت، يعني مو مثلا والله ريتنج اوف ذا لايت از 30 وات بير متر سكوير فذيس از هيت تايمز اللي هو الفلور اريا مثلا 30 وات بير متر سكوير تايمز الفلور اريا يطلع لي 30 وات. لا، هل 30 وات از ابسورب باي ذا فرنتشر باي ذا انسايد وول باي اني ثينج انسايد، وبعدين it will be emitted اللي هو بعدين لأنه this is sensible. فذاك لو تلاحظون cooling load factor بالبداية يكون قليل بعدين يبدأ يزيد. طيب لازم نعرف اللي هو the number of hours after lights are turned on. فالتابل 914 طلعين cooling load factor of lightings. طيب ال طبعا due to occupants نفس الشيء، لأنه sensible is not gained directly it is stored inside the furniture. فأحتاج أعرف ال hours after each entry to the space، واحتاج اعرف التوتال اورز ان سبيس، هذا حيطلع لي الكولينج لود فاكتور فور اوكيبنتس. فهذا كولينج لود فاكتور فور اوكيبنتس. طيب وهذا حيطلع لي الكولينج لود فاكتور فور لايتنجز فور لايتس. طيب اتوقع ان شاء الله يكون واضح. طبعا دو تو الكتريك موتورز تكلمنا عنه اللي هو هنا حسب الريتنج ماله، طبعا لازم يكون انسايد ما ينفع يكون اوتسايد يعني اكيد. وفي شغله اللي هو الدايفرسيتي فاكتور، الدايفرسيتي فاكتور اللي هو لانه الاضويه مثلا احنا نفتحها، احنا دائما لما نسوي ديزاين يعني نسوي ديزاين على البيك لود الماكسيموم لود ويل هابن مثلا ات سيرتن تايم، مثلا والله الساعه 2 او الساعه 5 او الساعه 4. طيب هذا الماكسيموم لود، بس مثلا هاي الساعه 2 يكون نهار، طيب الاضويه ما حتكون مفتوحه، الاضويه حتكون بالليل مثلا اللي هو او الاوكيبنتس ما حيكونوا موجودين. فكيف اخذ انتو كونسيدريشن اللي هو هذا الهيت جين دو تو اوكيوبنس اور لايت؟ حاخذ شيء اسمه الدايفرسيتي فاكتور. طيب لانه مثلا سم ابلكيشنز ساتش از هوتيلز اور ديبارتمنت ستورز مثلا الاوكيوبنس ويل نوت بي اولويز اكزيستنج ذير. طيب او اللي هو اللايت مثلا اللي هو اند موتور از سويتشد اوف، فاخذ اللي هو الدايفرسيتي فاكتور اللي هو بناء على الابلكيشن اللي هو تيك انتو كونسيدريشن، لانه الديفرنت اللي هو تايمينج اوف اللي هو مثلا الاوكيوبنس او اللايتس الهيت and the peak load the peak cooling load. طبعا diversity factor do not apply to applications such as theaters or concert halls، لانه هاي الاضوية دائما مفتوحة او شو اسمه الاضوية دائما مفتوحة والoccupants دائما موجودين، او لانه it's very big. طيب فما نقدر نسوي الاسامشن هذا diversity factor. طيب diversity factor يعتمد اللي هو for lights and people، يعتمد على application مالتك اللي هو apartment and hotels. طبعا لو تلاحظون ديبارتمنت ستور اند سوبر ماركت تقريبا 0.9 ل 1 لانه اللايتس از اولموست اولويز اوبن، دائما تكون مفتوحه فات از 1 والبيبل از اولويز ذير. بس مثلا بابليك روم ان هوتيلز حتى الاضويه هنا دائما مفتوحه بس الاوكيبنتس مو دائما موجودين، مثلا سم اوكيبنتس ار نوت ذير، يكونون بس مثلا موظفين فنادق لكن النزلاء مال الفنادق ما يكونوا موجودين. فحاخذ اللي هو 0.4 تو 0.6. apartment and hotels bedrooms اللي هو مثلا يكون 0.3 to 0.5 اللايتس لانه مو دائما مفتوحه، مو دائما الغرف شاغره يعني، او البيبل لانه 0.4 to 0.6 لانه مو دائما حتى يكونون اللي هو البيبل موجودين. طيب هذا اللي هو تكلمنا عن الهيت جين اللي هو ديفرنت هيت جينز، هذا اللي هو الهيت جين شغلات ثانيه اللي هو بالسيستم نفسه مال الكولينج مالي للدكتس، يعني يا يكون في عندي اير ليكج طيب فحسرب اللي هو او حخسر بعض الحراره اللي يسحبها المكيف من السبيس، لان انا المفروض مثلا اسحب 50 كيلو وات من السبيس بس في عندي اير ليكج حسحب بس 40، فهذا لازم اضيفه على الهيت الكولينج لود.
او هي جنريتد باي فانز اند بلورز، لانه الفانز مثلا بالمكيف نحتاج فانز عشان نسحب الهواء ونخليه نسوي له باس اوفر كولينج كويل او هيتنج كويل. فهذه الفان ات ويل ايميت سم هيت، فهذه اللي هو اكسترا اللي هو هيت، او اللي هو بالدكت نفسه مثلا، والله هذا الدكت اوكي الدكت اللي هو فوق السقف مثلا، وفي الاير ويل باس هير. طيب الاير هنا ويل هاف سم تمبرتشر يسمونه تي اس افريج او تي سبلاي افريج، وفي عندنا التي سراوندنج افريج. طيب وهذا التي اس، فمعناها حيصير في هيت ترانسفير فروم تي سراوندنج تو تي اس او العكس. طيب ف هذا ال Q is equal to U over all اللي هو ال U this U times the area of the duct times TS average minus T surrounding average. طيب فعشان نمنع اللي هو هذا ال heat transfer يقول لك we have to have some certain thickness for the duct delta X insulation. فبس حتكون اللي هو TS average minus T surrounding average divided by 47.3 times اللي هو ال K insulation. فإذا كان عندي اللي هو ال K of the insulation وإذا كان عندي T supply average والتي سراوندنج افريج، بس اللي هو حطلع من هالقانون حطلع الدلتا اكس انسوليشن كم الثيكنس مال الانسوليشن نيدد تو بريفنت ذس هيت ترانسفير. طيب فبعد ما خلصنا كل هذا هسه يكون جلوت فورم، طبعا اللي هو تروح للووج للجلاش للدور سيلينج للفلور، تروح تطلع الاريا واليو نفس الجدول اللي سويناه وتطلع الكيو والجلاش اللي هو ترانسميتد، طبعا الجلاش اتهاز ترانسميتد اند اللي هو سي ال تي دي، اما الوالز اند روف از جاست تي دي يور سيلينج. وبعدين في انترنال كولينج لوس دو تو اوكيبنس لايتس اكويبمنت موتورز، وفي عندنا حتى الانفلتريشن اللي تكلمنا عنه في الشابتر قبل شابتر 10. طيب خلينا نحل اللي هو هذا المثال. طيب خلينا نحل هذا المثال، هذا مثال صراحه رائع جدا يعني يدمج اللي هو يدمج عده شابترات، يعني هذا مثال اذا تحلوه اتوقع ان شاء الله تكونوا فاهمين الماده يعني وصل للكولينج لود. طيب calculate the following cooling load components at 17 hour of July، فمعطيني اللي هو ال peak load اللي هو hour for the shown hole. طيب فعندي اللي هو يقول لك احسب heat transfer through the floor ceiling and doors، heat gain due to solar effects، heat gain through glass windows، heat gain due to occupants، heat gain due to lights، heat transmitted due to infiltration، the total cooling load. طيب فمعطيني معلومات ceiling height is 3 meter. طيب فمعطيني هذا الاورينتيشن هذا 20 باي 14 والهايت از 3، ومعطيني ذا هول هاز 8 جلاس ويندوز، معطيني الاريا اوف ايتش جلاس ويندو اند 2 وودن دورز، الاريا اوف وودن دورز سبيسز ابوف ذا سيلينج اند بيلو ذا فلور ار 29. فاذا نحسب للكيو مال للسيلينج اند فلور فحتكون اللي هو يو تايمز اي اوف سيلينج اور فلور تايمز اللي هو 29 ماينس تي انسايد، ما حناخذ الاوتسايد تمبرتشر لانه هذا جاست ابوف ذا سيلينج اور بيلو ذا فلور. معطيه الانسايد ديزاين كونديشن ريليتيف هيوميديتي، الاوتسايد ديزاين كونديشن ريليتيف هيوميديتي، الاوتسايد مين تمبرتشر اللي هو عشان السي ال تي دي كوركتد، والاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت وذ تايبس فور ايتش وان، ومعطيني الاوكيبنسي 50% والسنسبل اند ليتد هيت ايميتد فور اوكيبنسي، ومعطيني اللايت از 30 واط بير متر سكوير اوف فلور اريا، لازم نضرب بالفلور اريا عشان نطلع 30 واط، وبعدين بالكولينج فاكتور عشان نطلع الكيو، ومعطيني اللي هو اوردينري لابس اند ريسس فيكتشر معناها فيكتشر اكس ordinary lamps so f is equal to 1، معطيني filtration rate ومعطيني اللي هو window glass clear pattern with 6 mm thickness and have white roller shading، ومعطيني latitude and location assume the occupants and light will remain on in the hall for 10 hours after occupancy enter at 8 hour. طيب معناها the time of occupancy is 10 والentry هيكون at 8. طيب ف عشان نحسب نسوي جدول بسيط، هذا اللي هو ثرو اللي هو طيب ايه هذا اللي هو الهيت ترانسفير ثرو فلور سيلينج اند دورز، فبس حيكون اللي هو يو تايمز اي تايمز دلتا تي، هذا دايركت، هذا اللي هو نفس اللي سويناه في شابتر 9 مثلا، هذا حيكون اللي هو يا اللي هو تي اوتسايد ماينس تي انسايد مثلا للدورز مثلا، بس للسيلينج وللفلور مكتوب اللي هو spaces above the ceiling and below the floor are 29، فهيكون للسيلينج and floor is u times a times اللي هو 29 minus t inside. If you are given the u and a for اللي هو الفلور ceiling and doors، عندنا ال u for floor for ceiling and for door، وعندنا ال area for wooden door is given، وعندنا ال area of the ceiling،
طبعا area of the ceiling and is equal to the area of the floor which is equal to 20 times 14. وعندنا اليو وعندنا تي ماينس تي. طيب والاريا اوف ذا دورز از جيفن ان ذا كويستشن، فبس حيروح يعوض مباشرة هنا يو تايمز اي تايمز دلتا تي. طبعا دلتا تي از 5 لانه 29 ماينس 24 حيطلع 5، فالكيو از جاست يو تايمز اي تايمز دلتا تي. طبعا الكيو دور از ايكوال تو يو تايمز اي الاريا اوف ذا دور لانه عندنا تو اريا تو دورز. طيب وي ار جيفن تو دورز، ف هذه الدورز 2 تايمز اللي هو يو تايمز الاريا اوف ايتش دور تايمز اللي هو دلتا تي، فنطلع اللي هو الكيو دوت. طيب فخلصنا اول فرع بالسؤال. هيت جين دو تو سولار افكتس، طبعا احنا قلنا السولار افكتس ياثر على شغلتين، ياثر اللي هو على الوولز والروف من ناحيه السي ال تي دي يرفع درجه حرارتهم، وياثر على الجلاس من ناحيه السي ال تي دي اند ترانسميشن، في عندي السولار ترانسميشن دايركتلي انسايد يعني. فبس شو نصيحتي مثل ما قلت لكم، سووا جدول، سووا جدول قسموا الوولز والروف. طيب طبعا بالسؤال ما حل اللي هو الروف مال السيلينج ما حلها، بس انا حليتها لانه اعطينا التايب اللي هو نت سسبندد اند تايب 3 فاقدر احله. طيب فايش راح اسوي؟ حقسم اللي هو الوولز والسيلينج طيب والجلاس. طيب فانا عندي الرسمه، فحيكون اللي هو نورث جلاس نورث ويندو نورث وول ايست، معطينا اللي هو الاورينتيشن هذا النورث، ف this is north east west and south. طيب هاي من ناحيه الوولز، من ناحيه الويندوز هم انا حقسمهم نورث ويندوز اند ويست ويندوز، طبعا وي دونت هاف ايست اند ساوث ما عندنا ويندوز هنا. طيب فحقسمهم بهالطريقه، والروف طبعا ما في اورينتيشن بس جاست روف هوريزونتال، بس حقسمهم نورث وول ساوث وول ايست وول ويست وول نورث جلاس اند ويست جلاس والسيلينج. هطلع اللي هو اليو فور ايتش وان از جيفن ان ذا كويستشن، طبعا فور ذا وولز ات از 1.2 ات از جيفن فور وولز. طيب 1.2 فور اول اوف ذم، فور ذا جلاس ات از 6.7 اتس جيفن فور ذا جلاس ويندوز. طيب فور ذا سيلينج اتس جيفن 1.8 على السيلينج، ف اليو از جيفن ان ذا كويستشن. طيب الاريا كيف نطلعها؟ الاريا اوف ايتش وول، الاريا اوف ذا نورث وول از ايكوال تو 20 اوكي لانه هاي 20 تايمز اللي هو الهايت، الهايت از 3 متر، ف 20 تايمز 3 ماينس ذا اريا اوف ذيس ويندوز. طيب لانه الاريا اوف ذيس ويندوز از ايكوال تو 5 تايمز ذا اريا اوف ايتش ويندو، فحصير شنو؟ 20 تايمز 3 ذا اريا اوف ذا هول وول ماينس 5 بيكوز وي هاف 5 ويندوز ان ذا نورثن سايد times the area of each window which is 3 times 1.2 is given in the question 3 times 1.2 هطلع اللي هو الاريا. طيب the south wall is the same as 20 times 3 of the wall minus 2 times the area of each door. The area of each door it is 1.5 times 2.1 هصير 20 times 3 minus 2 times 1.5 times 2.1. طيب ال east wall بس حيكون اللي هو 14 تايمز 3 دايركت لانه ما في عندي لا دور ولا ويندو 14 تايمز 3. الويست وول حيكون 14 تايمز 3 التوتال اريا ماينس ذا اريا اوف ذا جلاس ويندوز which is 3 تايمز اللي هو 3 تايمز 3 تايمز 1.2 الاريا اوف ايتش ويندو. طيب فخلصنا اللي هو الوولز، طبعا النورث جلاس it is 5 الاريا it is 5 تايمز ذا اريا اوف ايتش جلاس which is اللي هو 3 times 1.2. طيب والويست جلاس از 3 لانه عندي 3 جلاسز فحصير 3 جلاس ويندوز فحصير 3 تايمز اللي هو 3 تايمز 1.2. طيب الاريا اوف ذا سيلينج از ذا سيم از ذا اريا اوف ذا فلور لانها حتكون فوقها حتكون 20 تايمز 14 فطلعنا الاريا اوف ايتش سايد واليو. يعني بهالطريقه الحل يكون جدا منظم بحيث بس اضرب بالنهايه ويطلع لي الناتج. طيب فلازم هنا اطلع السي ال تي دي. طيب حسب ال CLTD اللي هو هذا مال الوول اللي هو من التيبلز اللي بالبداية. طيب من التيبلز اللي هو تيبل 9.4 9.5 and 9.6 اوكي 9.5 يعطينا التايب و 9.4 اللي هو اطلع منه. طبعا فاطلع ال CLTD for each one. طيب طبعا نقلت الجداول هنا عشان اقدر اطلعها بسهولة عشان لا ارجع اللي هو البداية. Northern wall طبعا شنو اللي هو عندنا السبيسيفيكيشن مال الوول؟ الوول از
طبعا اوكي، خليني اروح على الكي قبل ما اطلع السي ال تي دي. الكي قال لنا انه شنو؟ الكي از لايت كلر ذا وولز. طبعا احنا بالبدايه قلنا انه الكي از ايكوال تو 1 فور دارك، 0.83 فور ميديوم، 0.65 فور لايت كلر، حسب الكلر هاي الكي. طيب فهنا معطينا اللي هو ميديوم، عفوا معطينا اللي هو لايت كلر، فحيكون اللي هو 0.65 فور اول وولز. طبعا الجلاس اولويز كي از ايكوال تو 1، والسيلينج لانه مو معطين اللي هو التايب، او مو معطين اللي هو از ات لايت از ات ميديوم از ات اللي هو دارك، فسويت لها اسامبشن انه كي از ايكوال تو 1 على اساس احل السؤال. طيب فالكي خلصناها. طيب نحتاج نطلع السي ال تي دي. السي ال تي دي يحتاج اعرف التايب، طيب اللي هو كونستراكشن تايب دي اول وولز، كونستراكشن تايب دي. دي اورينتيشن حيكون شنو؟ اورينتيشن نورث ساوث ايست اور ويست، وحيكون اللي هو الاور ال 17. طيب فهروح اللي هو للجدول، طبعا نقلت الجداول هنا اساس اللي هو هذا الروف. طيب للوولز اللي هو هذه، طيب كونستراكشن تايب دي، فهذا الدي. طيب اذا كان اللي هو النورث، طيب حاخذ هذا الكونستراكشن تايب دي نورث، فات 17 حيكون اللي هو هذا 8. كونستراكشن تايب دي فور ايست ات 17 ات از ايكوال تو 18 سلسيوس، ات فور ساوث ات از ايكوال تو 15، اند فور ويست وول ات از ايكوال تو 13. ف 8 18 15 13. طيب ارجع اعوضها بهالجدول. اوكي 8 18 15 13 اوكي، فور اللي هو نورث ساوث ايست اند ويست. طيب الجلاس كيف طلعه؟ الجلاس بس يعتمد اللي هو على الاور، طبعا احنا قلنا وي ار جيفن اللي هو ات 17 اور. طيب فطبعا اذا وي ار جيفن الاور فحنروح اللي هو ات 17 ونطلع الارقام. طيب at 17 for the glass ايه هذا ال 17 for glass. اوكي 17 it is equal to 7 celsius، فحيكون اللي هو 7 celsius for both. هذا اللي هو السي ال تي دي. طيب ف 7 celsius for both. طبعا اللي هو for ceiling لانه عندنا اللي هو الكونستراكشن، اوكي عندنا اللي هو not suspended يعني without suspending ceiling type 3. اوكي without suspended type 3. فنرجع اللي هو للتيبل 9.1. اوكي without suspended or suspended without suspended type 3، so this is type 3. اوكي at 17 هذا اللي هو 17 which is equal to 40، فال CLTD is equal to 40. طيب فهذا CLTD ارجع اعوضها ب 40. طيب ال latitude month correction factor يعتمد اللي هو احنا ايش قلنا 17 جولاي، اوكي 17 hour. طيب فجولاي اللاتيتيود كم؟ We are given the latitude as 32. فاللاتيتيود is 32 the month of July والاورينتيشن. طيب فاروح اللي هو تيبل 92. اوكي تيبل 92 لاتيتيود is 32 month of July. طيب فاللاتيتيود month correction factor for the roof it is 0.5 لانه horizontal. For the north wall it is 0.5، او حتى للnorth glass it is 0.5. للساو للايست اور ذا ويست وول ات زيرو. طيب طبعا الايست اور ويست وول ات زيرو، اند فور ذا ويست جلاس ات زيرو، وظل عندنا اللي هو الساوث وول ات ماينس 1.6. بس اللي طلعناها من هنا. طيب فبرجع ارجع اعوضهم هنا 0.5 ماينس 1.6 0 0 لانه ايست اند ويست، وهذه الساوث ماينس 1.6. طبعا النورث جلاس از ذا سيم از نورث وول لانه اورينتيشن، والويست جلاس ات زيرو، والسيلينج ات 0.5. فبعد ما طلعنا هاي ححسب السي ال تي دي كوركتد فور ايتش 1. اوكي السي ال تي دي كوركتد طبعا لانه عندي اللي هو طبعا السي ال تي دي كوركتد، عندنا التي انسايد which is 24، وعندنا الاوتسايد مين which is 35، وعندنا الكي فور ايتش كيس. اوكي وعندنا ال ام فور ايتش كيس، والاف لانه ذير از نو اتيك، الاف هذه اللي هو بيكوز الاف هذه از ايكوال تو 1 بيكوز ذير از نو اتيك اور روف فان. بس ارجع اعوضها بالقانون اللي هو بالبدايه. اوكي القانون بالبدايه اللي سي ال تي دي كوركتد، طيب اللي هو هذا اف از ايكوال تو 1، تي اوتسايد مين از 35، تي انسايد از 24، الكي فور ايتش كيس وي هاف ات،
لا تدو ماث كوركشن فاكتور وي هاف ات سي ال تي دي وي هاف ات، فطلع السي ال تي دي كوركتد فور ايتش كيس. طيب وعوضها بالجدول. فطلع السي ال تي دي كوركتد فور ايتش كيس. طبعا الكيو از ايكوال تو شنو؟ يو تايمز اريا تايمز سي ال تي دي. فطلع الكيو وبعدين اجمعهم كلهم. طبعا هذا كيو سيلينج طلعت جدا عالي لانه الاريا جدا عالي، الاريا عفوا از 280. طبعا فخلصنا اللي هو الوولز الروف اند جلاس، هذا اللي هو الكونفكشن اور اللي هو ابسوربشن يعني. طيب فبقى عندنا اللي هو بارت الترانسميشن على مود السولر. فبارت الترانسميشن نفس الشيء، احط الاريا مال النورث جلاس والويست جلاس. نورث جلاس از 5 بيكوز اي هاف 5 جلاس ويندوز، اوكي تايمز ذا اريا اوف ايتش جلاس ويندو، وهنا عندي 3 تايمز ذا اريا اوف ايتش جلاس ويندو. طيب لازم اطلع السولر هيت جين فاكتور، شيدنج كوفيشنت اند كولينج لود فاكتور. طيب السولر هيت جين فاكتور يعتمد اللي هو على شنو؟ على المنث. طبعا جولاي اوكي، والاورينتيشن از نورث اند ايست، نورث اند ويست عفوا. فاروح للجدول هذا اللي هو تيبل، تيبل اللي هو 97. فاتس جولاي، فللنورث اتس 126 اوكي، للويست اتس 678. بس حيكون اللي هو 678 and اللي هو الرقم الثاني. ف 126 and 678. الشيدنج كوفيشنت عندنا اياها وي ار جيفن ان ذا كويستشن اللي هو ويندو جلاس. يقول لك از كلير باترن، كلير باترن وي 6 ملم ثيكنس اند هاف وايت رورا شيدنج. طيب اذا اريد اطلع الشيدنج كوفيشنت عندنا جدولين. اوكي. عندنا جدولين، اوكي. اللي هو الجدول اللي هو تيبل 98 اذا كان without interior shading، بس احنا بالمثال مالتنا we have interior shading. فعندنا قال لنا as a clear pattern with 6 mm thickness so it is in the range. اوكي شو نوع ال interior shading؟ roller blade white roller blade، فات 0.25 for both cases. اوكي 0.25 for both cases. طيب فبقى عندي shading coefficient 0.25، فبقى عندي cooling load factor both of them are اللي هو shading. طيب واللي هو ال شنو نوع اللي هو الجلاس؟ اوكي هذا with interior shading. اوكي فبس احتاج اللي هو solar hour it is 17 والorientation. فبس حستعمل اللي هو الجدول، استعمل اللي هو الجدول مو table 910 لانه هذا without we have interior shading، معناه لازم استعمل 911. ف 911 we have اللي هو 17 solar hour our design. اوكي For the north windows it is 0.78 اللي هو cooling load factor. For the west windows it is 0.81. فبس طلعنا اللي هو 0.78 and 0.81. طيب عوضها هنا 0.78 and 0.81 اطلع الكيو for each case في الترانسميشن. فخلصنا الهيت جين due to solar effects. اوكي طبعا هيت جين through glass windows حتى حسبناها اللي هو قبل شوي. Heat gain due to occupants. طبعا هنا معطينا اللي هو الاوكيبنس، معطينا السنسبل هيت از 87. اوكي فلازم اضرب اللي هو 87 بير بيرسون تايمز 50. اوكي بس هنا السنسبل لو تذكرون في عندنا لازم اضربها بالكولينج لود فاكتور فور بيرسون فور فور ذا فور ذا كاباسيتي. طبعا شنو معطينا اللي هو ذا اوكيبنس اند لايتس ويل ريمين اون ان ذا هول فور 10 اورز. فالتوتال از 10 اورز وال after occupant entry at 8. فبما انه ال occupant entry at 8 اوكي وال design condition او ال peak load is at 17 اوكي فايش راح اسوي؟ هنقص اللي هو 17 minus 8 اطلع اللي هو 9. فما ليش اطلع اللي هو 9؟ لانه the entry is 8 معناها 9 hours after the entry I'm calculating the cooling load. فtotal hours is 10 and the hours after the entry is 9. فحرجع اللي هو للجدول. اوكي حرجع للجدول اللي هو مال الاوكيبنس. اوكي هاي الاوكيبنس is 10 hours. طيب التوتال hours in the space and is 9 hours after the entry فمعناها it is 0.87. طيب فش راح يسوي؟ راح يضرب اللي هو 87 per person times 50 times اللي هو الرقم اللي طلعناه اللي هو 0.87. طيب heating load to occupants 50 اوكي تايمز 87 اوكي لانه 87 سنسبل بير بيرسون تايمز 50 بيرسونز راح قسمها على 1000 هاي عشان يحول تو كونفرت تو كيلو وات عشان يحولها يطلعها الكيلو وات الناتج. طيب
ضربها ب 0.87 اللي هو السنسبل. طيب هذا السنسبل ومعطينا اللي هو التوتال، هو معطينا التوتال هيت جين از 145، فاذا يطلع الليتنت سو ات از 145 ماينس 87 حيطلع لي الوات بير بيرسون تايمز 50 ديفايدد باي 1000 عشان طلعها بالكيلو وات، عشان تكونفرت فروم وات تو كيلو وات. طبعا اي ويل نوت ملتيبلاي باي كولينج لود فاكتور بيكوز ذيس از ليتنت هيت. طيب فبس اللي هو ضرب اللي هو 145 ماينس 87 ضرب 50 ديفايد باي 1000. طيب اللايتس، اللايتس شنو عندنا اللي هو المعلومات مالتها؟ عندنا اللايت اللي هو 30 وات بير متر سكوير اوف فلور اريا، فحضرب اللي هو 30 وات بير متر سكوير، اوكي حضرب اللي هو 30 وات بير متر سكوير تايمز اللي هو الفلور اريا، اوكي تايمز اللي هو الفراكشن اوف لايتس اللي هو هذا القانون، اللي هو هذا القانون الفراكشن از 1، اوكي اول لايتس ار ار اون. معطينا اللي هو بالسؤال اتس اوردينري لامب، فمعناها ذيس از 1 اولسو، بس يظل عندي الكولينج لود فاكتور، فبس حيكون اللي هو 30، اوكي حيكون اللي هو 30 تايمز فلور اريا which is اللي هو 20 تايمز 14 تايمز اللي هو الكولينج لود فاكتور. طبعا عندنا اللي هو 10 اورز اللي هو اللامبس اند 9 اورز افتر ذا لامبس از اوبن، فارجع اللي هو لهالجدول. طيب اللي هو تيبل 914، طبعا شنو نوع اللامب؟ قال لك اللي هو اللامب از، شنو نوع اللامب؟ قال لك دي لامب از اللي هو اوردينري لامبس معناها اف از ايكوال تو 1، اوكي هنا 1 ريسست فيكتشر، اوكي فقال لك اللي هو ريسست فيكتشر معناها شنو؟ طيب ريسست فيكتشر معناها اللي هو نت فنتد ريسست فيكتشر، سو اتس فيكتشر اكس، فيكتشر اكس توتال اورز اوف اوبريشن از 10، number of hours after the light is on is 9، فمعناها the value is 0.84. طيب فراح يرجع هنا حيضرب 30 watt per meter square times اللي هو 20 times 14، طيب times اللي هو الكولينج لود فاكتور which is 0.84. طيب فراح ضرب اللي هو 30 watt per meter square times the area which is 20 times 14، اوكي طبعا هذا حتطلع له بالواط، فبس راح اقسمها على 1000 عشان احولها بالكيلو وات، راح اضربها بال 0.84 عشان الكولينج لود فاكتور. طيب فخلصنا اللي هو هذه، بقى عندنا الانفلتريشن. طيب فخلصنا اللي هو هيت جين تو اوكيبانس دو تو لايت دو تو انفلتريشن، معطين الانفلتريشن از 7.7 لتر بير سكند بير بيرسون، فايش راح اسوي؟ حسوي اللي هو هذا 6.7 لتر بير سكند بير بيرسون. طيب حضربها بالبيرسونز انسايد، اوكي حضربها اللي هو بالبيرسونز، عندي اللي هو 50، اوكي حيطلع لي اللي هو 50 لتر بير سكند، اوكي اللي هو بدون بيرسون 30 لتر بير سكند لانه هنا بيرسونز حتختصر، طيب حختصر بيرسونز مع البيرسونز. طيب هذا حيطلع لي الجواب لتر بير سكند، عشان احول المتر كيوب بير سكند، اوكي ايش راح اسوي؟ 1 متر كيوب از ايكوال تو 1000 لتر، فهنا لتر فحتختصر اللتر مع اللتر، فحيطلع لي الجواب ان اللي هو متر كيوب بير سكند. فبس حضرب 6.7 لتر بير سكند بير بيرسون تايمز 50 بيرسونز تايمز اللي هو 1 متر كيوب بير 1000 لتر عشان احولها متر كيوب بير سكند. فايش راح اسوي؟ لازم اطلع الفوليومتريك فلو ريت. طيب ايوه كيف اللي هو شنو قانون الكيو انفلتريشن؟ تذكرون في الشابتر اللي قبله، بما انه عندنا اللي هو التي انسايد والريلاتيف هيوميديتي وعندنا التي اوتسايد والويت بلب، فاقدر احسب التوتال، اقدر احسب الاتش انسايد والاتش اوتسايد، فاروح للسايكومتريك تشارت عندي الاتش انسايد ات ذس تمبرشر اند ريلاتيف هيوميديتي وعندي الاوتسايد ات ذس تمبرشر اند ويت بلب، اطلع الاتش اوت والاتش ان. طيب واطلع اللي هو الدنسيتي which is 1 اوفر سبيسيفيك فوليوم اوف ذا اوتسايد، اوكي عندي التمبرشر وعندي الويت بلب اطلع سبيسيفيك فوليوم، فظل عندي بس الفوليومتريك فلو ريت اوريدي طلعناه من هنا، اوكي فايش راح اسوي؟ اطلع اللي هو الاتش اوت والاتش ان. طيب الاتش اوت از 90 والاتش ان از 47 والفي نوت از 0.91، فراح ضرب اللي هو 6.7 لتر بير سكند بير بيرسون، راح ضربها ب 50 عشان احولها 60 لتر عشان احولها لتر بير سكند، وقسمها على 1000 عشان يطلع متر بير سكند متر كيوب بير سكند، بعدين ضرب اللي هو اتش اوت ماينس اتش ان تقسيم اللي هو السبيسيفيك فوليوم اور اللي هو الدنسيتي اللي هو هذا القانون. طيب لانه 1 اوفر سبيسيفيك فوليوم از الدنسيتي اوف ذا اوتسايد. طيب فراح طلع اللي هو كيو دوت، جمعهم كلهم طلع الدوتال توتال كيو كولينج لود which is 43.0 كيلو وات.
طبعا انا بشكل عام اللي هو هاي الكالكوليشنز اللي هو ديتيلد كالكوليشن، يقول لك في كمبيوتر بروجرام سيتش از كارير 89 820 بروجرام يقدر يسوي لك هالكالكوليشن. طيب اتوقع ان شاء الله يكون مثال واضح، يعني اي ونت ستيب باي ستيب. طيب ف خلصنا المثال، فهنا يقول لك اللي هو شايف الكالكوليشن اللي سويناها ديتيلد از فيري ديتيلد. طبعا يقول لك في اللي هو اللود استيمت فورم، هاي تحصلوها مثلا بالانترنت او الشركات عفوا اللي هو ات ويل بروفايد. فاللي هو لانه هذا از تو ديتيلد، فمن خلال خبرتهم مثلا شركات تكونوا شغالين في الكولينج مثلا 30 سنه و40 سنه، فهم يقدرون الغرفه مثلا والله تحتاج اللي هو 47 كيلو وات بدون ما يحسبون الكالكوليشن الدقيق، ويسوون مثلا سيفتي فاكتور ويسوون ديزاين، فهذا اللود استيمت فورمز. بس يقول لك ان اللود استيمت فورمز ذير ار سم اسامبشنز، فلازم لانه الكالكوليشنز مالتهم بناء على سم اسامبشنز، فيقول لك لازم اللي هو الغرفه مالتك تكون نفس الاسامبشنز هذه عشان تستخدم اللود استيمت فورمز. اذا ما كانت نفس الاسامبشنز لازم تستخدم اللي هو ستيب باي ستيب كالكوليشن. طيب كذا نكون خلصنا الشابتر، ان شاء الله يكون واضح. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار سلموني بالتعليقات، والسلام عليكم.